إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا البرنامج برعاية وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هدايات قرآنية. هدايات القرآن لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تتعدى إلى توجيهات لبناء مجتمع عادل ومترابط. إنه يعزز التسامح ويدعو إلى التفاهم بين الناس، تشير إلى الفهم والاحترام المتبادل على أنهما هما الأساس العميق في التعايش السلمي. في خضم الحياة المعاصرة تظل هدايات القرآن تضيء لنا الطريق وترشدنا، إنها مصدر إلهام وعزيمة، وهي بحق هدايات سماوية تنير قلوبنا وتوجه حياتنا نحو الخير والسعادة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور سلطان بن مدير العتيبي، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة جدة. حياكم الله شيخ. حياكم الله يا أبا عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا في هذه المائدة القرآنية. حياكم الله يا شيخ. احنا نتكلم وبدأنا ما بدأنا به في سورة الفاتحة من واستنبطنا بعض الهدايات القرآنية التي وردت في الآيتين أو الثلاث آيات في من بداية السورة، ووصلنا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، وبودنا أن نبدأ بهذا المعنى ومعنى هذه الآية والعمق في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا في الحلقتين الأوليين تكلمنا عن أهمية الفاتحة وكثرة أسمائها، وأن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى ومعانيها العريضة وموضوعاتها، وبلغنا هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا في حديث الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا هذه الآية فقط إياك نعبد وإياك نستعين ألف فيها الإمام ابن القيم كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك، كتاب كبير ضخم جدا، يعني حوى التفسير التحليلي والموضوعي وكل نوع يعني ما يتعلق بهذه الآية موجود، ومن أراد يعني الاستطالة فيه نحيله إلى مليء، فابن القيم مليء وكتبه ملأ، ولكن الكتاب كامل في هذه الآية. نعم، في هذه الآية فقط مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن في دورنا في هذا البرنامج الذي نحاول نفهم المعنى العام للآية ثم نستنبط الهدايات التي نود أن تعيش في قلوبنا وفي سلوكنا، قد يتعجب القارئ لسورة الفاتحة لما قيل في هذه الآية في مطلعها إياك نعبد في العبادة وإياك نستعين في الاستعانة. يعني لماذا لم يقل الله جل جلاله يعني في طريقة سؤال العبدية نعبدك ونستعينك؟ لماذا إياك إياك؟ يعني كأن لو قيل مثلا نعبدك يا إلهنا أو نستعين بك يا الجملة كاملة. نعم، لكن فعلا لماذا ذكرت إياك ولماذا ذكرت إياك؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لحصر العبادة على الله، يعني إياك نعبد ولا نعبد غيرك. نعم، إياك نستعين ولا نستعين بغيرك. فأيضا كما أن له في مطلع الفاتحة مجامع الحمد فله مجامع العبادة ومجامع الاستعانة، فلا يعبد بكل الأحوال وبكل طرق العبادات غيره سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله، ولا يستعان على أمر دين ولا أمر دنيا إلا به سبحانه وتعالى. نستعين، فلا يعين مثل الله ولا يساعد مثل الله ولا يعبد مثل الله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد ولا نعبد غيرك، كمال التوحيد وكمال الإيمان. وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك، كمال الاستعانة وكمال التسليم والتفويض له سبحانه وتعالى. سبحانه. فهذا السر
في بداية هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، فحصر شمول العبودية لله وحصر شمول الاستعانة بالله، فهو المعبود المعين سبحانه وتعالى. سبحانه. طيب يا دكتور سلطان، لو بدأنا نأخذ بعض الاستنباط من الهدايات الواردة في هذه الآية. طبعا أول شيء يتبادر إلى ذهننا مفهوم العبادة. مفهوم العبادة عرف بتعريف كثيرة أجملها وأشملها ما ذكر عن ابن تيمية وغيره من العلماء، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فما ترك شيء الآن يعني يستطيع الإنسان أن يتقرب به إلى الله إلا ذكر في هذا المفهوم. الصلوات عبادة، التسبيح عبادة، التأمل عبادة، الصمت عبادة، الحكمة عبادة، النوم إذا كان يراد به طاعة الله عبادة، الرياضة إذا أردت به التقوي على طاعة الله عبادة. فأي شيء يدخل المراد منه طاعة الله والاستعانة لعبادة الله سبحانه فهو يدخل في هذا المفهوم الجامع. كثير يعني خيركم خيركم لأهله، هذه عبادة. أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق عبادة، معنى ما فيها يعني شعائر معينة ركوع أو سجود أو غيره. النية التي ليست شيء، كما يقول ابن رجب في لطائف المعارف: رب نائم أدرك من الأجر ما لا يدركه القائم، وذلك بالنية. نوى يقوم الليل لكن ما قام، آخر قام الليل لكن أعجب بعمله فحبط، وذاك ما قام أصلا، لكن النية. الذين يسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويموتون فورا كالغلام اليهودي الذي ذكر قصته ابن كثير عن التابعي أبي صخر العقيلي، القصة معروفة. يعني قال رسول الله لأبيه وهو يعزي نفسه اليهودي على ابن هذا الذي يحتضر: ناشدتك الله يهودي، وخاطب الأب، يعني هل تجد اسمي ووصيفتي ومخرجي في كتابك هذا الذي بين يديك تعزي نفسك منه؟ فأومأ اليهودي برأسه. قال الابن هو يحتضر: قال يا رسول الله والله إن نجد اسمك ورسمك وصفتك ومخرجك في كتاب أبي هذا الذي بين يديك. ثم فاضت نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودي عن أخيكم، صار هذا يهودي هذا أخوهم، أقيموا اليهودي عن أخيكم. فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه تغسيله وتكفينه ثم الصلاة عليه. طيب ما مارس أي شيء من العبادة لكنه شهد إلى الله وأن محمد رسول الله، هذه رأس العبادة. ثم هذا الرجل لو أطال الله في عمره لكان من نيته متابعة هذا النبي الكريم. نعم. فقال بعض الصحابة فيه: عمل قليلا وربح كثيرا. يعني ما جاهد ولا صلى ولا صام ولا كذلك. سحرة فرعون وسنأتي إليهم يعني في الآية التي بعدها. فالمقصود أن أي شيء يدخل في مفهوم العبادة، وعلى رأس طبعا العبادة حتى لا يفهم أحد تجاهل لأركان العظام، أركان الإسلام، أركان الإسلام ومبانيه العظام، الأركان الخمسة: أصل الدين والصلاة والزكاة وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أصل العبادة. يعني حتى لا نجنح لأمور تدخل فيها نية العبادة إهمالا لأصول الإسلام العظيمة. لكن الأصول موجودة، وهذه تبقى من الأشياء اللي قد يتوقع الإنسان أن ما فيها شيء من العبادة. نعم. فنحن نقول أن النية قد تحول العمل العادي إلى عمل عبادة. صحيح. هذه معنى العبادة. إذن لو أخذنا معنى الاستعانة، إياك نعبد، انتهينا من العبادة. طيب الاستعانة ما معنى الاستعانة؟ طبعا هنا نقطة قبل الاستعانة أيضا في مفهوم العبادة. من أجمل يعني ما عرف العلماء به معنى لا إله إلا محمد رسول، ماذا قالوا؟ قال: لا معبود بحق إلا الله. نعم. هذه كلمة حق فيها سر، لأن لو قيل لا معبود إلا الله غير صحيح. اليوم الناس تعبد غير الله، تعبد الحجر والشجر وتعبد كل شيء يعني. لكن علماء الشريعة حفظوا حتى الدقائق في هذه التعريف صيانة للدين. أقول لا معبود بحق، يعني لا يستحق العبادة الحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الله الذي خلقك وأوجدك من العدم، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ لا يضر ولا ينفع. فهذا شيء مهم أيضا في مفهوم إيش؟ في مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، المرتبط بتعريف العبادة. نعم. أما الاستعانة، فالاستعانة هي طلب العون. ولو لاحظت يا أبو عبد الرحمن، ما الفرق بين أعنى، مثلا فرق بين يعني أعني على قضاء حاجتي مثلا، أو أستعين بك، يعني فرق بين أعني
وأستعين بك، أو أصلح وأستصلح. هذه التاء، هذه ما السر فيها؟ يعني قد يكون مثلا، أنا بجاوب بس ما أدري، لكن قد يكون مثلا أن أعني والعون يأتي من عندك، لكن استعن يعني يكون فيه شيء من تقديم الشيء ولا لا؟ السين والتاء هذه تفيد الطلبية، يعني أستعين بك أي أطلب منك أن تعينني، أستهديك أطلب منك أن تهديني، أقام واستقام، استقاموا، والمعنى أقاموا الدين يعني، لكن لماذا استقاموا؟ فيها طلب الاستقامة. نعم، الطلب من الله سبحانه وتعالى. فالسين والتاء إذا جئت بهذا التركيب يراد بها الطلب، فيا رب أنا ممكن أعبدك لكن لو ما توفقني وتعينني لعبادتك لا أعبدك، أستعين بك لكن لو ما تعينني وتوفقني لتوفقني في طلب الاستعانة بك ما أنتني. لذلك لما أصبح موسى رسولا، كان نبيا لما أعطاه الله الآيتين كما في سورة طه، ثم قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فانتقل من النبوة إلى الرسالة كما في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، نبئ بإقرأ لكن أرسل بالمدثر، حين نزلت إقرأ كان نبيا، حين نزلت المدثر تحول مع رسول النبوة إلى رسول إلى الرسالة. فأول ما قال موسى ماذا قال؟ قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربي اشرح لي صدري. هنا استعانة، ترى يا ربي أنا ممكن نبي رسول لكن لو أنت ما توفقني وتعيني على هذه الرسالة لا شيء. طيب يا موسى قبل قليل أعطيتك آيتين عظيمتين، العصا ويدك في جيبك، لكن مع هذا لم يتكل عليها لأنها لا تنفع ولا تضر إلا بعون الله. فبدأ في أول رحلة الدعوة بأمر الاستعانة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فلو تلاحظ حتى في قصة الأنبياء كلها، يعني في قصص الأنبياء كاملة، حين يؤمرون بالدعوة إلى الله يبدأون فورا بالاستعانة، استعانة من بالله سبحانه وتعالى، لأنه لولا الإعانة قد لا تحصل العبادة أصلا. يعني أنا لو والله ما يعينك على قيام الليل، والله ما يعينك على قيام الليل، هل تتعبد الله بقيام الليل؟ أبدا. فبينهما تلازم وثيق. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستطيع أن نعبدك العبادة الحقة إلا بعد أن نطلب الإعانة منك فتعيننا. الله أكبر. هذا هو المقصود. لذلك ألفاظ القرآن جاءت ألفاظ دقيقة جدا، عرفها من عرفها وجهلها من جهل. ولا لو مرت كذا نعبدك ونستعينك ما تفطن كثير، لكن لماذا إياك فيها حصر هذه الجملة؟ إياك حصر العبادة الحق على من؟ على الله. إياك نعبد ولا نعبد غيرك، إياك نستعين، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. فهذا هو المقصود. الشيء المهم أيضا في الهدايات من هذه الآية تحديدا بالذات، احنا بناخذ بعض الهدايات المستنبطة بحيث أن نلخصها كذا في هدايات على شكل كذا، خلنا نقول إضاءات أو كذا. نعم، أول ما يتبادر للذهن من هذه الآية كيف نعبد الله عبادة حقا فلا يكون في قلوبنا غيره. يا سلام. يعني في كل شيء، سواء حتى في الدعاء وهو أعظم شيء، من أعظم الدعاء هو العبادة، حديث الدعاء هو العبادة. يعني وأصلا الصورة هذه مبنية على الدعاء، لأن من مضامين هيش الدعاء، اهدنا بعد سنة اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء فيها بأعظم مدعو، بأعظم ما يدعو الإنسان، وهو الهداية، وهو الأصل الذي أنزل القرآن لأجله، والأصل الذي بعث الأنبياء له، هداية الخلق إلى الخالق ودلالتهم عليه. فأول شيء نستطيع أن نستنبط كيف نعبد الله حقا ولا نعبد غيره، نتعلق به ولا نتعلق بغيره، نسأل منه ولا نسأل غيره، نستشفي من عنده ولا نستشفي بغيره، نتوسل إليه ولا نتوسل بغيره، وهكذا في سائر شؤوننا. كيف تكون هذه حقيقة؟ ليست معنى معرفي، المعنى المعرفي انتهينا منه، معنى كذا معنى كذا، لكن كتطبيق عملي كيف تكون في قلوبنا؟ في قلوبنا. نعم. إذا دب فيك المرض أولا ما الذي يأتي في ذهني؟ الفاتحة 7 مرات أم الطبيب؟ مطلوب الطبيب تداوى، لكن أول شيء لابد أن ينقدح في ذهني سؤال الله، الفاتحة 7 مرات على ما أشكو، بعد هذا تداوى لا بأس، لكن لو كان فرق بين الدواء والشفاء
لذلك الله وصف القرآن بالشفاء ووصف العسل بالشفاء، لأن الدواء يؤدي إلى الشفاء، لكن الأشفية الإلهية ليست أدوية، هي أشفية مباشرة. فمطلوب من الإنسان أن يتداوى، ولو كان الطبيب يشفي لما مات نصف الناس، لكن يعطي الدواء، فمن أراد الله أن يشفيه وشفي، ومن أراد أن لا يشفى لا يشفى. وإذا مرضت فهو يشفيني، لم يقال يعالجني ولا يداويني. نعم، فهذه ألفاظ القرآن أيضا الدقيقة. فأول ما يتبادر للذهن أتوجه فورا إلى الله وأستحضر إياك، أسأله ولا أسأل غيرك، ولا أحد غيرك، نعم، أعبده ولا أعبد غيرك، وهكذا في سائر شؤوننا. طيب، الآن أحاط بأمر أحتاج إلى المعونة، مطلوب أن أستعين بالقريب والأخ والأخت والصديق والناس للناس، ولكن ما هو أول ما ينقدح في قلبي؟ يفترض إعانة الله، إن لم يعني الله فلا معين، إن لم ينصرني فلا ناصر، إن لم يعطني فلا معطي، إن لم يقويني فلا مقوي، وهكذا في سائر الحياة. يعني هو المقصود يا عبد الرحمن، المقصود كيف يكون الله جل جلاله أول مسؤول وأول مرغوب وأول مطلوب وأول شافي وأول كافي وأول معافي، ولا أحد غيره، ولا أحد غيره. نعم. طيب، يأتي إنسان يقول فهل هذا تعطيل الأسباب؟ ليس فيه تعطيل الأسباب، بالعكس، مطلوب أن أتداوى وأن أتعالج وأن أذهب لكن مع هذا كله، إن لم يوفق الله فلا موفق، إن لم يوفق الله هذا الطبيب في الدواء الذي فيه الشفاء فلا موفق، فالذي يوفق في شفاء الله، والذي يوفق الطبيب في عطائه الله. كان من الأخطاء الطبية، ومن لو يعني اعتمد الإنسان على نفسه وعلى الطبيب وعلى المداوي ما كان وصل إلى مرحلة الشفاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين، والطبيب بنفسه قبل أن يعالج وقبل أن يشرع في عملية خطيرة يستعين بالله، يا رب يا الله توفيق، يا الله يا معين. فالطبيب والمريض لا غنى لهما عن عبادة الله والاستعانة به. وانظر في سيرة كل الأنبياء في قصصهم، كيف كذلك كدنا ليوسف، صعب أن يسقط الابن في البئر، صعب وشيء قاسي على النفس، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في صلح الحديبية رأى عمر بعض الصحابة أن هذا يعني ضعف، كيف يا رسول الله نوافق، كيف يعني نوافق على هذه الشروط؟ وهذا الصلح الذي رؤي ضعفا في ابتدائه سماه الله فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ونصر العديد ليس فتح مكة. كيف طيب الإنسان في عقله القاصر البسيط يرى قريبا منه، لكن سعة علم الله بعيدة، فلو أصبت بمكروه لا تدري ما الخير، لذلك قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب شيخنا، احنا أخذنا بعض الهدايات، ممكن نستكمل بعض الهدايات الأخرى في هذه الآية في حلقة إن شاء الله قادمة بإذن الله، ولكن أدركنا الوقت، وبإذن الله نستكمل الهدايات في الحلقات القادمة إن شاء الله. بإذن الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خير على ما قدمتم. الله يحييك. الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة، وشكر أيضا لمؤسسة عبد الرحمن ابن عبد العزيز الجميح الخيرية على رعايته لهذا البرنامج. إلى أن نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.